الطريقة الثانية الربط، وهي الربط بعدم التساوي (non equation). يتم استخدام هذا النوع من الربط عندما لا توجد علاقة مباشرة بين الجدولين المراد ربطهما، أي أننا لا نستخدم فيه علامة التساوي. لا يشترط هنا وجود حقل أو أكثر متساوي من الجدولين، ولكن يوجد علاقة ما بين حقل أو أكثر من الجدول الأول وحقل أو أكثر من الجدول الثاني، وهذه العلاقة ليست مساواة. إذن هنا لا نستخدم علامة تساوي، ما فيش جدول مشترك، ما فيش عمود مشترك في الجدول الأول، نفس هذا العمود موجود في الجدول الثاني، نفس ما ذكرنا سابقا الديب نمبر موجود في جدول الموظفين، والديب نمبر موجود في جدول الأقسام. طيب هنا نستخدمها، متى تستخدم؟ تستخدم للربط بين الجدولين بدون علاقات بينهم، أي ليس هناك بينهم حقول مشتركة، مثل جدول الدرجة. في معنا جدول اسمه جدول الدرجات، اسمه جراد، في جدول السالقة مثل جدول الدرجة، مثل حقل الجراد في جدول الدرجات، وجدول الموظفين فعند عمل تنفيذ أمر يربط بينهم. تستخدم العلاقات الغير متساوية، أي يجب وجود شيء من خلاله تحديد النتيجة. هنا نستخدم في هذا المثال، لنفترض الآن هنا في هذا المثال في معانا جدول اسمه جدول الموظفين، هذا معروف. في جدول الموظفين في معنا رقم الموظف، اسم الموظف، وظيفة الموظف، ثم راتبه. حلو. في معنا جدول آخر اسمه ساليجراد، ساليجراد اللي هو رتبة أو ترتيب رتبة الجدول الرتب للمعاشات، اسمه ساليجراد. هذا الجدول في عمود اسمه جراد اللي هي الرتبة أو الفئة، لو سال أقل راتب، هاي سال أعلى راتب. حلو. إذا لو لاحظنا ما بين هذا التيبل وهذا التيبل ما فيش أعمدة مشتركة، هل في عمود هنا نفس هذا العمود موجود في هذا الجدول؟ ما فيش. إذا أنا أشتري أستخرج معلومات من هذا الجدول وأستخرج معلومات من هذا الجدول في استعلام واحد، بس كيف أستخدم؟ هنا بستخدم في نقطة الطريقة الثانية، أستخدم النان إكويزيشن، الربط الغير متساوي. بس هناك في دلالة، أنا أشتي إيش؟ أشتي إن أنا استعلم لي عن راتب الموظف ورتبته. راتب الموظف إيش؟ سال، من جدول مين؟ الموظفين. رتبته اللي هو جراد، من جدول مين؟ سال جراد. حلو. بس هنا بيكون في معنى شرط. ما هو الشرط يا ترى؟ أنا بقول له استعلم لي عن الموظف راتبه من جدول الموظفين، واستعلم لي عن الرتبة من جدول كذلك الساليجراد. الشرط هنا وير، ما دام إن هذا الرتبة سال بتوين هاي سال ولو سال وهاي سال، بمعنى لو أجينا هنا لاحظنا إن الموظف لوكينج كم راتبه؟ راتبه 5000. حلو. طيب 5000 في الجدول الثاني ايش من رتبة؟ هذا الجدول جدول رتب، يقول في هذا الجدول ان الرتبة رقم واحد، الرتبة هذه اي موظفين في الرتبة رقم واحد تكون رواتبهم ما بين 700 و1200، والموظفين الذين في الرتبة رقم اثنين رواتبهم ما بين اقل راتب 1201 والى 1400، الموظفين في الرتبة أو الرتبة رقم ثلاثة هي تكون رواتب الموظفين ما بين أقل راتب 1401 و 2000، والرتبة رقم أربعة نفس الشيء 2001 و 3000. طيب إذا هذا جدول من رتب، رقم الرتبة أقل راتب على راتب، وهذا جدول من الموظفين اللي احنا نعرفه. طيب أنا اشتي أقول إيش؟ استخرج لي راتب الموظف وهذا الراتب لهذا الموظف بإيش من رتبة؟ لإيش أنت من رتبة؟ إذا قلت أنا كليرك، كليرك هذا كم راتبه؟ 2450. طيب كليرك هذا بإيش من رتبة؟ 2450 في الرتبة كم؟
في الرتبة رقم 4. حلو، في الرتبة رقم 4 صحيح، 2450 في الرتبة رقم 4. كيف استخدم هنا حق الكيوري؟ بقول هنا select in dot emb name y in dot sal و s اسم مستعار دوت سال جراد روم امب لو ايش اين وسال جراد اس اسم مستعار وير. هنا الربط وغير التساوي وير عشان حقي وير ان الاي دوت سال استخدم الشرط بتوين بتوين انا شرحنا سابقا بتوين اقل راتب بتوين احنا قلنا نقول اقل وان ثم الاعلى ايش الاقل بتوين اس دوت لو سال اند مسافه اس دوت هاي سال. في معنى غلط، ايش الغلط هنا؟ نتأكد من اسماء العملية تبعنا. لو سال وهاي سال. select e dot e name و e dot sal و s dot sal. هنا s dot sal grad هنا غلط، اسم العمود وليس اسم الجدول. s dot grad الرتبة من emb e والسال grad s حل where e dot sal ما دام ان الراتب هذا يكون ما بين اقل راتب e s dot low sal و h هنا high هاي سال. اوكي لاحظ سميث هذا كم راتبه؟ 800 دولار. بايش من رتبة؟ في الرتبة او بالفئة رقم واحد اقل فئة. لو جينا الى جونز هذا اسم الموظف كم راتبه؟ 2975. بإيش من رتبة؟ بالرتبة رقم كم؟ 4. إذا هذا السال اسم الموظف وراتبه من فين جبناه؟ من جدول الموظفين. والجراد الرتبة من فين جبناها؟ من جدول من الرتب. من جدول الرتب. هنا قلنا كيف تم الربط؟ هنا تم الربط بطريقة عدم التساوي. ليش عدم التساوي؟ لأنه ما فيش معانا أعمدة مشتركة في الجدولين. تحصل استدلال أو استنتاج إننا اعطيني هذا الراتب بحيث يكون هذا الراتب ما بين أقل رتبة وأعلى رتبة. ما بين أقل رتبة وأعلى رتبة. فكانت هذه النتيجة. هنا في سؤال، السؤال يقول أعرض اسم الموظف إي نيم، اسم الإدارة دي نيم، والدرجة الوظيفية. نقلنا الدرجة الوظيفية للفئة للجراد من جدول السال جراد الفئة، والعاملين بإدارتي المبيعات والحسابات بحيث تكون هؤلاء الموظفين يشتغلوا في قسم المبيعات اللي هي السيلز والحسابات اللي هي الأكاونتينج. هنا لو نلاحظ من هذا السؤال إن بيكون في معانا البيانات حقنا سوف تستخرج من ثلاثة جداول. جدول الأقسام أستخرج اسم القسم، وجدول الموظفين أستخرج اسم الموظف، وجدول السالي جراد اللي هو الفئات أستخدم من الرتبة أو الدرجة الوظيفية. إذا بيكون في معنا
سوف نستخدم في هذا السؤال ثلاثة جداول. ثلاثة جداول، كيف استنبط ثلاثة جداول؟ اسم الموظف من جدول الموظفين، اسم الإدارة، طبعا اسم الإدارة فين هي موجودة؟ في جدول الأقسام، والدرجة الوظيفية موجودة في مين؟ في جدول السالجراد. والشرط هنا أن يكونوا هؤلاء الموظفين يشتغلوا في قسم المبيعات والحسابات. هذه الإجابة select E اسم مستعار، E name اسم الموظف، D اسم مستعار، D name اسم القسم، و S اسم مستعار دوت جراد اللي هي الرتبة أو الدرجة الوظيفية. مين الآن؟ from جدول الموظفين إيس اسم مستعار، وجدول الأقسام دي، وجدول الرتب إس. الشرط وير، أول شيء لابد إن رقم القسم الموجود في جدول الموظفين يساوي رقم القسم في جدول الأقسام. هذا ربط من ربط بالتساوي. ثم and و السالري أو الراتب إيدو تسال ما بين between S dot low sal and high sal، وحيث أن الراتب بيكون راتب هذا الموظف تمام ما بين أقل فئة من ما بين أقل راتب وأعلى راتب. أقل راتب وأعلى راتب فين جبناهم؟ من جدول الفئات. هذا عمود low sal وعمود high sal، لوسال أقل راتب، هاي سال أقل راتب، أعمدة موجودة في جدول الفئات اللي هو السالجراد. آن والشرط هنا قال، مش قال إنهم اشتغلوا، أعطيني اسم الموظف واسم القسم اللي فيه ودرجته، والشرط إنهم اشتغلوا فين؟ اشتغلوا في قسم المبيعات، يكون يشتغلوا في قسم المبيعات والحسابات. هنا أقول آن دي نيم، بحيث ان نكون الاقسام اللي اشتغلوا في بها ان احنا اخذنا هذه الدلائل، ان اسم القسم او ان اكاونتنج اللي هو اسم القسم الجدول اسمه الاكاونتنج الحسابات، و او وقسم من المبيعات قسم المبيعات. ايش اعطانا هنا في الاجابة؟ هنا اسم الموظف وايش من اسم القسم والرتبة حقه. الين اشتغل في القسم اللي هو السيلز المبيعات، كان رتبته كام؟ رتبته الوظيفية 3. وورد كذلك استخدم في يشتغل في قسم المبيعات، مارتين يشتغل في قسم المبيعات، وبلاك يشتغل في قسم المبيعات، وهذه درجتهم من الوظيفية. طيب بينما كلارك وكينج وميلر هؤلاء الموظفين يشتغلوا في قسم الحسابات. إذن هو لو تلاحظوا هنا عرض لي فقط أسماء الأقسام هي قسمين فقط، قسم المبيعات اللي هو السيلز وقسم الحسابات اللي هو الأكاونتينج. تمام بهذا الشرط دي دوت دي نيم، بحيث أن يكون اسم القسم بين ايش؟ يعني قسم الحسابات ان وقسم المبيعات. يرجى انكم ترجعوا للدروس السابقه تراجعوا استخدام ان. والجراد هذا اللي هو الرتبه الموظف. الطريقه الثالثه من طرق الربط، الربط الخارجي الاوتر جوين. طبعا الربط الداخلي، أين الربط الداخلي؟ اللي هو الإنر جوين، اللي هو الربط بالتساوي. أول طريقة شرحناها اللي هو الربط بالتساوي تسمى كذلك الإنر جوين، وهذه الطريقة الثالثة تسمينا من الربط الخارجي أوتر جوين. استخدام هذا النوع من الربط عندما توجد بيانات في أحد الجداول ولكنها لا تظهر في حالة الربط بالتساوي بين الجدولين، أي أنها غير مطابقة لشرط التساوي، ونريد لهذه البيانات أن تظهر. في هذه الحالة نقوم بالربط بين الجدولين باستخدام الربط بالتساوي. لكن هنا إيش اللي يفرقني الربط الداخلي بالربط الخارجي؟ اللي يميزني إن أنا أستخدم الربط الخارجي أستخدم
علامة زائد بجانب العمود الفاقد للبيانات، ويسمى الربط في هذه الحالة بالربط الخارجي. مثلا عندنا الإدارة رقم 40 في جدول الإدارات، هذه الإدارة باستخدام الربط الداخلي لا تظهر، وأنا أشتيها تظهر باستخدام من الربط الخارجي. يعني بمعنى أشتي أوضح لكم بتوضيح أكثر، إذا استخدمنا إنه يستعرض لي اسم الموظف والقسم اللي يشتغل فيه باستخدام الربط الداخلي أو الربط بالتساوي، فقلنا إيش؟ select ثم أقول e.emb ename d.dname from dept d و emb in where in.dept number يساوين دين دوت ديبت نمبر. لو نلاحظ هنا كمان عشان نوضح لكم أكثر، نزيد كمان نجيب من القسم، نقول كمان نستين نستعرض من اسم الموظف كمان، فش أقول إي دوت عفوا أشتي كمان استعرض هنا رقم القسم عفوا، فش أقول هنا إيش دين دوت ديبت نمبر. هنا باستخدام الربط التساوي عرض لي اسم الموظف واسم القسم ورقم القسم اللي اشتغل فيه، بحيث ان رقم القسم في جدول الموظفين يساوي رقم القسم في جدول من الاقسام، فكان هذه النتيجة. بس لو نلاحظ الأقسام اللي عرضها، هي الأقسام القسم رقم 10 والقسم رقم 20 والقسم رقم 30، أوكي هذا الربط في تساوي، بينما القسم رقم 40 ما عرضوش. كيف ما عرضوش؟ أنا لو جيت استعرضت أرقام الأقسام من جدول الأقسام ديبت نمبر فروم ديبت، نلاحظ ان في معانا اربع اقسام، قسم رقم 10 وقسم رقم 20 وقسم رقم 30 وقسم رقم 40. رقم 40 ما عرضوش، ليش ما عرضوش رقم 40 هنا؟ لانه القسم رقم 40 ما فيش فيه موظفين، القسم هذا ما فيش فيه من موظفين، فهنا ما عرضوش في التساوي، عرض لي اسماء الموظفين الذين يشتغلون في هذه الاقسام، لكن ما عرضليش مين، ما عرضليش هنا القسم رقم 40، لأنه هنا الشرط ما تحققش، ما فيش معي موظفين يشتغلون في القسم 40 أساسا، فمن المنطقي أنه يعرضني أسماء الموظفين في هذه الأقسام، في الأقسام رقم 10 والقسم رقم 20 ورقم 30. طيب أنا أشتي كمان يعرض لي القسم رقم 40 حتى ولو لم يكن فيه موظفين. هنا نستخدم الربط الخارجي الأوتر جوين. كيف نستخدمه؟ نعيد من جديد حقنا، نعيد هذا نسخ كنترول سي كنترول في. ايش بستخدمنا هنا؟ نستخدم علامة الزائد. فين تستخدم علامة الزائد؟ هل نستخدمها؟ اذا استخدمنا علامة الزائد عند رقم القسم في جدول الاقسام اللي هو في الاصل، ومن انتر هنا طلع لي ايش؟ ايرور صح؟ فيقول هنا حقيقة غلط، لابد ان يكون الزائد من، دائما نستخدم علامة الزائد في الفرع. القسم هو موجود اساسا لكن ما فيهوش موظفين، القسم هو موجود رقم 40 لكن ما فيهوش موظفين، اين احط الزائد؟ دائما نحط الزائد في الفرع، الفرع الذي ينتمي للاصل اللي هو من رقم القسم اللي موجود في جدول الموظفين، الذي ينتمي إلى رقم القسم في جدول الأقسام. مش رقم القسم في جدول الموظفين عبارة عن إيش؟ عن مفتاح أجنبي ينتمي إلى رقم القسم الموجود في جدول الأقسام اللي هو مفتاح من أساسي.
هنا استخدام نستخدم دائما الزائد عند الفرع وليس عند الأصل. نشوف كيف النتيجة تبعنا. في إيرور هنا، ليش الإيرور هذا؟ عفوا بس، أوكي. شوف نشوف هنا النتيجة إيش أعطاني. نجي نقارن، أعطاني أسماء الموظفين ورقم القسم واسم القسم الذي ينتمي إليه أو يشتغل فيه. نلاحظ هنا في آخر سطر أعطاني القسم رقم 40 اللي اسمه من قسم الأوبريشنز، ما فيش معه موظفين، ما فيش موظفين يشتغلوا فيه. نال هنا استخدمت طريقة من الربط الخارجي، حطيت أنا زائد بين قوسين في الجانب الفرع اللي هو من رقم القسم في جدول من الموظفين، إيه اختصار للإمبلوي صح؟ فهنا أعطاني من رقم القسم. طيب إذا استخدمت الطريقة الثانية الزائد حطته في هنا، ايش اعطاني هنا؟ نفس النتيجة، النتيجة السابقة، ما اعطانيش رقم القسم 40، لأنه كان بهذه الحالة عندما عملت هنا الزائد عند رقم القسم اللي موجود في جدول الأقسام، فكأنه ما الشرط عبارة عن شرط بالتساوي، شرط من بالتساوي، شرط بالتساوي، فهنا من ضمن القانون باستخدام الربط الخارجي الأوتر جوين دائما استخدم علامة البلس أو الزائد في الجانب الفرع، في الجانب من الفرع. أنا بهذه الحالة أشتي أقول له إن اعطيني جميع الموظفين الذين يشتغلون في هذه الأقسام، واعرض لي جميع وهذه الأقسام يتم عرضها كاملة، حتى ولو كنت في هذه الأقسام ما فيهاش موظفين. هنا طبعا هنا ما فيش الشرط، هنا لو لاحظنا في هذا الكيوري هذا الاستعلام انه اعطيني جميع اسماء الموظفين الذين يشتغلون في هذه الاسماء في هذه الاقسام، ولما وصل لهنا اعطاني القيمه نل. ليش اعطيني هنا القيمه نل؟ لانه هنا ربط خارجي. اعطاني كمان زياده انه اعطاني رقم القسم هذا اللي اسمه الاوبريشن اللي ما احد اشتغل فيه. نعيد هنا، إذا هنا يتم استخدام هذا النوع من الربط عندما توجد بيانات في إحدى الجداول، ولكنها لا تظهر في حالة الربط بالتساوي، لا تظهر بالربط بالتساوي رقم القسم 40 ما ظهرش بين الجدولين، أي أنها غير مطابقة لشرط التساوي، صحيح؟ ونريد لهذه البيانات أن تظهر، في هذه الحالة نقوم بالربط بين الجدولين باستخدام الربط بإيش؟ بالتساوي، ولكن نضيف الجزء بلس بجانب العمود الفاقد للبيانات، ويسمى هذا الربط بهذه الحالة بالربط الخارجي. فمثلا توجد الإدارة رقم 40 في جدول الإدارات، ولكن لا يوجد بها موظفين مسجلين في جدول الوظائف. عند استخدام الربط بالتساوي فإن هذه الإدارة لا تظهر في المخرجات لعدم تطابق شرط التساوي عليها، ولإظهارها لابد من استخدام الربط الخارجي. كانت هذه عبارة عن النتيجة. نرجو من الطلاب من الطالبات أن يطبقوا بشكل أكثر حتى يكون في عندهم إمكانية لفهم إيش الفرق ما بين الربط الداخلي والربط الخارجي، وكذلك ما بين الربط الغير متساوي. إحنا قلنا الربط الغير متساوي اللي هو إيش اللي ذكرناه رقم 2. فإحنا الآن سوف ننتقل إلى المرحلة أو إلى الربط الطريقة الرابعة، الربط الداخلي نفس الجدول سيلف جوين. طيب في السيلف جوين الربط الداخلي يستخدم عندما نحتاج في بعض الأحيان إلى ربط الجدول بنفسه، فمثلا لمعرفة مدير كل موظف من الجدول، فهنا عليك ربط الجدول إمبلوي بنفسه. لو نلاحظ من هذا الجدول
إن في بهذا الجدول جدول موظفين في عمود اسمه مانجر MGR رقم من؟ رقم المدير. فهذا رقم المدير، المدير هو أساسا هو عبارة عن موظف، المدير هو أساسا هو موظف. فالربط الداخلي هو إننا أحتاج في بعض الأحيان إلى ربط الجدول بنفسه. فمثلا إذا كان السؤال عبارة عن عرض أسماء المديرين، أسماء المدراء والموظفين التابعين لهم، إذا نستعرض أسماء المدراء والموظفين التابعين لهم، طيب من نفس الجدول، إذا من فين نجيب أسماء المدراء والموظفين التابعين لهم؟ كلاهما عبارة عن حقول موجودة في جدول الموظفين. فالموظف employee number، نلاحظ أن الموظف اللي هو king اللي رقمه 7839 كان المدير تبعه ما فيش معه مدير، قيمته نال، ما فيش معه مانجر. طيب نأتي إلى الموظف اللي هو كم رقم الموظف 7698 اللي هو بلاك، مديره رقمه كم؟ 7839. طيب 7839 هذا المدير اسمه 7839 ايش اسمه؟ طيب نجي هنا احسن، نفضل هنا هذا المثال، هنا في جدول الموظفين هنا لو سيليكت ايم بنمبر اي نيم اسم الموظف وديب نمبر رقم القسم والرقم المدير من جدول الموظفين، اعطانا هذا ايش؟ هذا الجدول رقم الموظف، اسم الموظف، رقم القسم، رقم من المدير. طيب نلاحظ هنا رقم الموظف هذا اللي 7369 اللي اسمه سميث، في له مدير اسمه من او رقمه عفوا 7902. طيب 7902 هذا المدير وين هو؟ اسمه 7902، نجي هنا اسمه فورد، 7902 اسمه فورد، له مدير رقمه 7566. طبعا 7566 اسمه هذا المدير اسمه جونز، جونز هذا كمان له مدير 7000 رقمه 7839 اسمه 7839 7839 كينج. اذا هنا نستخدم الربط او الربط الذاتي او السيلف جونز، الربط من الذاتي. فالسؤال هنا اعرض لي اسماء المدراء واسماء الموظفين تابعين لهم. اذا هنا لابد ان انا اقسم جدول الموظفين الى قسمين، اقول اعمل اسم مستعار باسم العمال وليكن وركر، واسم مستعار باسم المدراء واسمه من مانجر. فانا ايش اعمل هنا؟ اقول اول حاجه ان السيليكت اسم مستعار للموظفين، فاقول اسم مستعار اسمه وركر، وركر عمال، worker dot e name اسم الموظف، ها وكذلك ايش manager اسم مستعار dot ايش e name، استعلم لي عن اسم الموظف، ربطكم باسم مستعار وركر على انه وركر، اسم الموظف على انه مدير، تمام. from ايش؟ from amb جدول الموظفين، هو جدول واحد، amb اسم مستعار وركر رب داخلي، ونفس الشيء جدول الموظفين مانجر where الworker اسم المستعار اللي جدول للعمال dot worker dot من mgr رقم المدير للعامل، هذا هو رقم المدير لهذا العامل، رقم المدير لهذا العامل هو
هو يكون نفسه مين؟ مانجر امب نمبر. نرجع نشوف ايش اللي حصل. انا الان اشتعرف اسم المدراء واسماء الموظفين اللي يتبعهم، اسم المدير واسم الموظف اللي يتبعه. فنحن قسمنا الجدول نفسه، جدول الموظفين، الى قسمين، قسم الوركر وقسم عمال، وركر عمال، مانجر مدراء. فقلت سيلكت ثم اسم استعار وركر دوت اي نيم، رقم الموظف، اسم الموظف عفوا، ومانجر اسم استعار المدراء دوت اي نيم اسم المدير. مين؟ قلت له واحد فقط اللي هو فروم امب، بس ام من وركر وام مانجر. الشرط هنا، هنا الشرط ان بحيث ان يكون هذا العامل رقم مدير، هذا العامل رقم مدير، هنا مش هذا عبارة عن رقم، هذا عبارة عن رقم مانجر، رقم مدير هذا العامل يساوي رقم الموظف من للمانجر. فأعطاني هنا من اسم ال... هنا عشان تكون هنا أوضح، أوضح لكم هنا أكثر. هنا أقول هنا as مثلا إيش worker، worker اسم يطلع معي علشان يطلع معي في الجدول اسم الجدول اسمه worker، ونش أقول as manager control s. إذا العامل فورد، المدير حقه جونز، العامل سكوت، المدير حقه جونز، العامل وهكذا. إذا هنا، هنا أسماء الموظفين، هنا أسماء المدراء حقهم. طيب إذا أشتي كمان أعرض رقم الموظف ورقم المدير، نفس الشيء أعمل هنا ed وأجي أقول هنا select worker dot e name، أنسخ هذا الworker، ها control c هنا ثم الفاصلة control v dot emb number، تمام هنا رقمه، والمدير هذا ناسخ كترول سي، واجي هنا كمان في الاخير ثم اقول كترول في دوت امب نمبر، استعرض لي اسم العامل ورقم العامل واسم المدير و رقم من هنا عطنا دورة كات بست، ورقم المدير من جدول الموظفين وركر وجدول الموظفين مانجر. ما دام رقم العامل رقم مدير العامل يساوي رقم الموظف المدير. هنا اسم العامل فورد اللي رقمه 7902، المدير حقه جونز رقمه 7566. طيب تعالينا شوفين، ركزوا على هذه. اسم العامل مين؟ فورد، اللي رقمه هذا العامل 7902، المدير حقه جونز اللي رقمه كم؟ 7566. وين قذا فورد؟ هنا في الاستعلام السابق لما كان ما في شرط ذاتي، أو كان فورد، فورد ها منو حقه؟ شوف هنا فورد اسم الموظف فورد، مديره 7566، ما حش عارفين اسمه هنا، بس لما نجي نتبعه نطلع اسمه 7000، مديره رقمه كم؟ 7566. طيب تعال لهنا 7000 اللي هو جونز، صحيح تمام نفس الوقت صحيح.
في هذه الحالة نكون قد وصلنا إلى نهاية شابتر رقم 6، وإن شاء الله بإذن الله سوف أقوم أنا بإرسال لكم مقاطع صغيرة عن طريق الواتساب لكي تستفيدوا منها في بقية الشباتر، وكذلك سوف أرسل لكم مقاطع صغيرة لحل بعض التمارين. أما هذه الجزئيات سوف يتم الثلاث المحاضرات اللي كل محاضرة مدتها حوالي 30 دقيقة، سوف يتم إرسالها إلى جامعة وتسليمها إلى جامعة الأندلس. بدورها جامعة الأندلس سوف تقوم بعملية رفعها على موقع إلكتروني خاص في جامعة الأندلس، وما عليكم إلا إيش تنزيل هذه المحاضرات من الموقع الإلكتروني الخاص في جامعة الأندلس. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.